أنا أشوف أنه انتخابات اللي صارت في الأندية الثلاثة، الأهلي والاتحاد والنصر والهلال، انتخابات هادئة وسلسة ومتوقعة، والثلاث رؤساء ذهبوا لمناصبهم بالتزكية. بالنسبة للنصر، لماذا تأخرت الانتخابات لمدة 24؟ أول شيء أنا ودي أشكر وزارة الرياضة، لأنها حقيقة الانتخابات أندية الأربعة، الأهلي والهلال والنصر والاتحاد، أنها أقيمت في فترة الركود، في فترة الصيف، في فترة توقف النشاط الرياضي، وانتهت بحمد لله. تأجيل الانتخابات جاء بسبب أنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز الله يحفظه، وهو الداعم النصراوي الكبير، أنه قرر تجميد كافة أصواته اللي تجاوزت الـ 21 مليون تقريبا، بقيمتها 21 مليون، احتجاجا على بقاء السيد قويدو في نادي النصر، وهو متحفظ على بقاء قويدو في نادي النصر، ويرى أن نادي النصر يستحق رئيس تنفيذي بإمكانيات ومواصفات أكبر من السيد قويدو. وتأكد لسموه أنه سيد قويدو بعد خاصة رحلة الصين اللي دفع النصر فيها الثمن غالي وغالي جدا، أنه هذا الرجل يجب أن يتم استبداله والبحث عن شخص آخر، لكن فيه هناك ناس أصروا على بقائه، فاضطر الأمير إلى الابتعاد نهائيا وحجب أصواته. الأستاذ إبراهيم المهيدي فاز في اليوم الثاني من الانتخابات، ألف مبروك، وهو أمر متوقع بفوزه. وأعتقد أنه الأستاذ إبراهيم المهيدي يستاهل المنصب، لأنه هو الرئيس الوحيد من رؤساء الأندية الأربعة اللي دفع مهر الكرسي. يعني هو دفع خلال تقريبا أقل من 14 يوم 34 مليون، ويعتزم أنه يقدم ملايين أكثر وأكثر. فأعتقد أنه تقدم 34 مليون خلال أسبوعين، فهذا شيء يعني يؤكد أنك أنت تستحق هذا الكرسي، ودفعت فعلا مهر هذا الكرسي. جميل. أتمنى له التوفيق مع كافة زملائه في رؤساء أندية الدوري الـ 18 بحول الله تعالى. طيب.